بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا مع دورة التحصيلي في الفيزياء المقدمة من شركة آفاق التعليمية مع موضوع حالات المادة، إعداد أستاذ حسن سعد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. حالات المادة: التجميع الأول لحالات المادة، تعتمد درجة الحرارة في الجسم على متوسط الطاقة الحركية لجزيئات الجسم، لأن درجة الحرارة هي مقياس لمتوسط طاقة الحركة لجزيئات الجسم. أي الرسوم البيانية التالية توضح العلاقة بين متوسط الطاقة الحركية للجسيمات ودرجة الحرارة. العلاقة ب، لأن العلاقة بين الطاقة الحركية متوسط الطاقة الحركية للجسيمات ودرجة الحرارة علاقة طردية. الحالة التي يصبح عندها معدل تدفق الطاقة بين جسمين متساويين، معدل التدفق جسم الحرارة من الجسم الأول إلى الجسم الثاني يساوي معدل انتقال الحرارة من الثاني للأول، هي حالة الاتزان الحراري. التوصيل هو أحد طرق انتقال الحرارة ويكون أسرع في المعادن. عندنا طرق التوصيل يا شباب، طرق انتقال الحرارة: توصيل وحمل وإشعاع. التوصيل لما تصطدم جزيئات بعضها أو جزيئات بعضها عندما تكون متقاربة فتنتقل الحرارة عن طريق التوصيل. أما إذا انتقلت الجسيمات حاملة الطاقة أو تحركت الجسيمات حاملة الطاقة فهذا الحمل الحراري. أما الإشعاع فهو انتقال الحرارة عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية. لنرجع للإجابة على السؤال الرابع: التوصيل هو أحد طرق انتقال الحرارة ويكون أسرع في المعادن. لماذا في المعادن؟ لأن الجزيئات متقاربة. انتقال الطاقة الحرارية بطريقة الحمل ينتج عن حركة المائع، حركة جزيئات المائع بسبب ايه؟ اختلاف درجات الحرارة. الإشعاع الحراري هو انتقال حرارة بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية. لقياس التغير في الطاقة الحرارية نستخدم المسعر الحراري. كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة واحد وحدة كتلة المادة أو 1 كيلوغرام من المادة، 1 درجة سيليزية أو 1 درجة مئوية، اسمها الحرارة النوعية. كمية الطاقة: احسب كمية الطاقة التي تفقدها قطعة معدنية كتلتها 0.5 كيلوغرام انخفض درجة حرارتها 20 درجة كلفن إذا علمت أن حرارتها النوعية 376 جول لكل كيلوغرام في درجة كلفن. القانون بتاعي QTH كمية الحرارة يساوي الكتلة ضرب الحرارة النوعية ضرب التغيير في درجة الحرارة. الكتلة عندي نص، والحرارة النوعية 376، والتغيير في درجة الحرارة 20، ناتج الضرب بيكون 3760 جول. إذا كانت الحرارة النوعية للخالصين 388 جول لكل كيلوغرام في درجة كلفن، فإن 97 جول من الحرارة، الطاقة الحرارية مقدارها 97 جول، تكفي لرفع درجة حرارة ربع كيلوغرام من الخالصين 1 درجة كلفن. كمية الحرارة، القانون بتاعي كمية الطاقة الحرارية بيساوي كتلة في حرارة نوعية في تغيير في درجة الحرارة. الطاقة اللي عندي المعطاة 97، الكتلة معرفهاش والتغيير في درجة الحرارة معرفوش، لكن الحرارة النوعية 3888. إذا الكتلة ضرب الحرارة أو التغيير في درجة الحرارة هيساوي 97 تقسيم 388، يعني ربع. يبقى معنى كده ان الكتلة في الحرارة في تغيير في درجة الحرارة لازم يساوي 25%. الإجابة الأولى خاطئة والتانية خاطئة،
التالتة هي الصحيحة، الكتلة ربع في واحد ضرب واحد يساوي 25 مليون. درجة الحرارة التي يتغير عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة اسمها درجة الانصهار. الحرارة كم من الانصهار الجليد؟ 3.34 × 10^5 جول لكل كيلو جرام. ما مقدار كمية الحرارة، يعني كمية الحرارة يعني الطاقة الحرارية اللازمة لصهر 20 كيلو جرام من الجليد؟ كمية الحرارة كيو تي اتش بيساوي الكتلة في الحرارة كم من الانصهار. يبقى كمية الحرارة الكتلة عندي 20 والحرارة كم من الانصهار 3.34 × 10^5. الناتج هيساوي 6.68 × 10^6 جول. من أجل تحويل كيلو جرام واحد من المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية فإنه يلزم تزويده بكمية من الحرارة تسمى الحرارة الكامنة للتبخر أو للتصعيد. الحرارة الكامنة لتبخير الماء 2.26 × 10^6 جول لكل كيلو جرام. ما مقدار كمية الحرارة اللازمة لتبخير 30 كيلو جرام؟ الحرارة الكامنة أو كمية الطاقة الحرارية اللازمة يساوي الكتلة ضرب الحرارة الكامنة للتصعيد أو للتبخير. الكتلة عندي 30 والحرارة الكامنة للتبخير 2.26 × 10^6. الناتج هيساوي 6.78 × 10^7. أداة ذات قدرة على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية بصورة مستمرة هو المحرك الحراري. محرك حراري تتدفق خلاله حرارة مقدارها 2000 جول، يعني حرارة المستودع الساخن 2000 جول، ويمتص المستودع البارد طاقة مقدارها 1500 جول. إن كفاءته تساوي الشغل المبذول، الكفاءة بيساوي الشغل المبذول على حرارة أو الحرارة الداخلة في المستودع الساخن. طيب 500 على 2000، هنا في صفر زيادة يا شباب، 500 × 2000 يعني ربع. عرفت ازاي ان الشغل 500؟ استهلك او فقد في المستودع البارد 1500 جول، يبقى باقي عندي 500 جول هيتحول لشغل ميكانيكي. احسب مقدار التغير في الانتروبي لكمية من الماء اكتسبت حرارة مقدارها 600 جول، طاقة حرارية خدتها 600 جول عند درجة حرارة 27 درجة سيليزياس. يعني ايه 27 درجة سيليزياس؟ يعني 27 زائد 273 درجة كلفن، يعني هيساوي 300 درجة كلفن. يبقى معنى كده التغير في الانتروبي دلتا اس بيساوي كمية الطاقة الحرارية على درجة الحرارة على تدريج كلفن. الطاقة الحرارية 600 على درجة الحرارة على تدريج كلفن 300، يبقى التغير في الانتروبي مقداره 2. الموائع هي الغازات والسوائل. كثافة المادة هي كتلة المادة بالنسبة لحجمها. إذا كان أقصى ضغط تتحمله أرضية غرفة 9.8 × 10^3 باسكال أو نيوتن على المتر تربيع لكل متر مربع، فإن أقصى وزن يمكن أن تتحمله هذه المساحة القوة أو الوزن بيساوي الضغط ضرب المساحة. الضغط ضرب المساحة. طيب الضغط عندي 9.8 × 10^3 في المساحة اللي هي 1 هيساوي 9.8 × 10^3.
الجواب حرف ب. حتى لا تنغرس إطارات السيارة في الرمال يجب زيادة عرضها، يعني بزيادة مساحة السطح الملامس للرمال. رفع رياضي إحدى قدميه ووقف على الأخرى، يعني قلل المساحة اللي هو واقف عليها. إيه اللي هيحصل؟ الوزن هيظل كما هو، الوزن لا يزيد، والضغط يزيد لنقص المساحة. معظم مكونات النجوم والمجرات تكون في حالة بلازما اللي هي غازية متأينة. قوة التجاذب التي تؤثر بها الجزيئات المتماثلة بعضها مع بعض اسمها قوة التماسك. طب الجزيئات المختلفة بسميها قوة تلاصق. طب لما يقول لي قوة التجاذب التي تؤثر بها الجسيمات المتماثلة بعضها مع بعض أسميها قوة تماسك. خاصية التوتر السطحي ناتجة عن قوة التماسك. الخاصية التي تسمح للحشرات بالوقوف على سطح الماء تسمى التوتر السطحي. امتصاص الملابس القطنية للعرق تطبيق على الخاصية الشعرية اللي هي ارتفاع الماء في الأنابيب الضيقة. في الشكل المجاور عند وضع الأنابيب عند مستوى واحد من سطح الماء، فأي الأنابيب يرتفع فيه الماء فيه السائل أكثر. الأنبوبة رقم 3 لأنها الأصغر في القطر بتاعها، أو الأنبوبة الأرفع أو الأضيق. المكبس الهيدروليكي يعتمد على مبدأ باسكال. وقف أحمد الذي وزنه 900 نيوتن على الطرف الكبير لمكبس هيدروليكي، ووقف طارق الذي وزنه 600 نيوتن على الطرف الصغير. ما نسبة مساحة الكبير إلى مساحة الصغير إذا توازن الطرفين؟ في قانون المكبس الهيدروليكي القوة على الكبير على القوة على الصغير يساوي مساحة الكبير على مساحة الصغير. القوة على المكبس الكبير 900 والقوة على المكبس الصغير 600. المساحة الكبيرة إلى المساحة الصغيرة بيساوي 900 إلى 600. 900 على 600 يساوي 1.5. الجسم المغمور في سائل يتأثر بقوة إلى أعلى تساوي وزن السائل المزاح بواسطة الجزء المغمور. استطاع طالب بسهولة تحريك صندوق مغمور بالماء لأن الصندوق نقص وزنه ولم تتغير كتلته. طب نقص وزنه ليه؟ بسبب قوة الطفو من السائل. ما مقدار قوة الطفو المؤثرة في قالب جرانيتي حجمه 10^3 متر مكعب ينغمر في ماء كثافته 10^3 كيلوغرام عن متر مكعب، علما بأن تسارع الجاذبية 9.8 متر على الثانية تربيع؟ قوة الطفو بيساوي كثافة السائل في حجم الجسم المغمور في تسارع الجاذبية. كثافة السائل 1000 × 10^3 والحجم 10^3 وتسارع الجاذبية 9.8 هيساوي 9.8 نيوتن. مقياس مقاومة السائل للتدفق والانسياب اللزوجة. عندما تزداد سرعة الماء يقل ضغطه، ده مبدأ برونولي، فإن ضغطه يقل ده مبدأ برونولي. عند أي نقطة تكون سرعة تدفق الماء أكبر ما يمكن؟ عند النقطة 1. ليه؟ لأن مساحة المقطع صغيرة، ولما تقل مساحة المقطع تزيد السرعة. نمط ثابت ومنتظم يتشكل عندما تنخفض درجة حرارة السائل بحيث ينقص متوسط الطاقة الحركية لجزيئاته الشبكة البلورية. علل. تترك مسافات بين كل قضيبين متجاورين من قضبان السكك الحديدية للسماح بتمدد القضبان بالحرارة. شريحة ثنائية الفلز
تستخدم في منظمات الحرارة المزدوج الحراري. وبكده بنكون انتهينا بفضل الله من الجزء الخاص بحالات المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.